بلمسات نسائية أم بلمسات رجالية؟ يعني هل الأبو هو اللي مختار ديكورات وأثاث البيت أم المرأة؟ فاليوم إذا بغينا نتكلم على المصور الفوتوغرافي واهتمام الكويت والمجتمع الكويتي بالتصوير الفوتوغرافي، قاعد أشوف أن الشباب قاعد يهبون هبة. شلون؟ إنه قاعد يطلع بين فترة وفترة الكثير من الشباب اللي يبون يشتغلون كمصورين فوتوغرافيين، وقاعد يكون عددهم كبير ويفتح له استوديو ويستخدم الفوتوشوب والتكنولوجيا وغيرها من الأمور، أو الشباب والبنات اللي يروح عند الاستوديو ويصور 100 صورة وشكل مني وستايل مني وبوز يمين ويسار. أنا دايما بيبقى عندي مشاكل، مثلا أنا عايز أشكر طبعا كل الصحفيين اللي بيهتموا بينا وبيهتموا بلقاءاتنا، دايما عندهم مشكلة إنه سالي يلا نعمل لقاء، يلا نعمل لقاء، هذه الصور ما عنديش صور، طب فين؟ دايما عندي حتة إن أنا عندي كسل كبير جدا في التصوير، تسألني بقى ليه؟ ما أعرفش، بس اللي أقدر أقوله هو زي ما أنت قلت إن المصور عليه عامل كبير قوي، إزاي يطلعك حلو في الصورة؟ إزاي يجيب البروفايل؟ على فكرة البروفايل اليمين غير البروفايل الشمال، تمام؟ الابتسامة، عوجة الراس، إنك تكون منظر راسك ولا رافع راسك، جايب شعرك على جنب ولا مرجعه لورا، دي كلها حاجات بتفرق بقى في الوش وبتفرق في شكل الوش نفسه أو حتى في الستركتشر بتاع الوش نفسه، إذا أنت وشك مدور ولا طويل ولا إلى آخره، دي كلها حاجات مهمة جدا. ومن أشهر المصورين عندنا هنا في الكويت المصور عادل الفارسي، طبعا احنا عايزين نقدم له تحية كبيرة قوي لأن بجد 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 مبدع في الصور بكل المقاييس. وتحية لكل من انضم لنا لمتابعتنا والحلقة الفوتوغرافية التي تتكلم عن التصوير الفوتوغرافي، ومثل ما نقول دائما اضحك عشان الصورة تطلع حلوة. هذا كان حتى فيلم استخدموا الاسم هذا للنجمة ليلى علوي والراحل أحمد زكي، والكثير من الفنانين والمغنيين غنوا للابتسامة والتصوير، مثل الفنانة المصرية، هي قديمة وايد بس أنا متذكرها، هي سيمون لأنها سيمون مختفية. غنت مش نظرة وابتسامة، وكان التصوير سلامة حاجات كثيرة ياما. أنت حافظة هذا بس أول مقطع عشان سألتش تحت الهواء. فأكيد تحية لكل من قاعد يتابعنا واللي يحبون التصوير الفوتوغرافي، وأنا أشوف سالي أن التصوير الفوتوغرافي عبارة عن نظرة وخيال للمصور الفوتوغرافي واستثمار لعقولنا خيال كلمة واستخدام أيادينا وأدواتنا. فعشان كذي الإبداع أو المبدع اللي سالي تكلمت عنه من شوية ويعتبر من أشهر المصورين الفوتوغرافيين في الكويت هو عادل الفارسي. حياك الله معنا عادل عبر الراي، ورايكم شباب؟ هلا فيكم، منعم فيكم. هلا هلا فيك عادل حبيبي، احنا سعيدين بتواصلك، واليوم إن شاء الله راح تثري حلقتنا بكونك يعني من أهم وأشهر مصورين الفوتوغرافيين في الكويت. فكلمنا، أول ما تيجي بتلتقط الصورة عادل، شو اللي تفكر فيه أول شيء؟ والله أول ما التقطت الصورة طبعاً هي نظرة اللي قاعدة صورة وايد مهمة تكون بالتصوير، هذا أهم شيء. نعم. والتقاط الصورة يعني هي الأفكار تكون مختلفة، إذا كان تصوير استوديو أو كان تصوير منظر طبيعي، منظر طبيعي تفكر بالواقع اللي قاعد يصير قدامك، بس التصوير داخل الاستوديو ممكن قلت لك النظرة وايد تكون مهمة بالنسبة للتصوير. طبعاً عادل، في برضو كل مصور بيبقى ليه لمسته الخاصة أو بيبقى ليه بصمته الخاصة، إن لما تيجي تشوف صورة مثلاً تعرف إنه عادل مثلاً هو اللي مصور الصورة دي. بصمة عادل في التصوير إيه؟ البصمة طبعاً أنا يعني عقيدتي بالتصوير، طبعاً أنا رسام وبرسم الصورة عن طريق الإضاءة، أنا هذا مبدأي بالتصوير. رسم الصورة عن طريق الإضاءة، هذه فكرتي بالتصوير الفوتوغرافي الموجود، يعني مو بس تحط صورة كاميرا ديجيتال وخلاص تصور وانتهى الموضوع، لا لازم تلعب بالإضاءة، وآخر شيء عندك الرتوش اللي هو تقريبا 20% عشان تكون الصورة بشكل كامل. حلو عادل، احنا ما شاء الله يعني ساعدنا ان انت يمكن صورت فريق رايكم شباب كله، ودائما لما ندخل المحل عندك نشوف انك مصور الكثير من الفنانين. بس الحين احنا من شوي قاعد نتكلم او سالي قاعد تقول منو اللي دائما يكون احلى في الصوره، الشاب ام الشابه؟ يعني ولا انا ولا صالح عشان السؤال محرج، يعني سؤال محرج. لا عادي بصراحه، فانت من وجهه نظرك هل تجوز المقارنه بين الشاب والبنت في التصوير الفوتوغرافي؟ وشنو الطلبات الغريبه اللي ممكن تنطلب منك كمصور فوتوغرافي لالتقاط الصور للاشخاص؟ يعني اتوقع الطلبات اكيد الغريبه من البنات. هي الطلبات غريبه بس لازم على الهواء اقولها؟ يعني لا، يعني اذا كانت مسموح انك تقولها على الهواء اقولها. فلا عادي مو مشكله، مثلا عندك الشباب عندهم لقطات معينه يبون مثلا اضاءه او شغلات، والله يبون يكون مثل الممثل الفلاني او عنده سيم معين بباله يؤديه مثلا. نعم. يكون اكثر شيء اكشن، يحبون الاكشن اكثر شيء.
بس نعم. عندك البنات لا تحب النعومة، تحب شو اسمه يعني، والله لا ضبط لي شغلة هذه، إذا منحت شوي منحت الخشم لا نعم ليها شوي، مع الخشم حلو بس لا ضبط ليها أكثر، يعني هالأشياء يعني بشكل عام. خصوصاً أنت قصدك حاجة خصوصاً ولا إيه؟ خصوصاً الأنف دائماً. إذا بس البنات ما يأذونك عادل أكثر إن تأخذ وقت طويل في التصوير؟ لا انت تبي الصج، يمكن الشباب يأذوني اكثر خاصه عشان احنا صورنا ما بتحتاجش تعب كتير. بس انا على فكره واحدة من الناس اللي دايما لما بروح لعادل اقول له عادل والنبي ايه المناخير الله يخليك ظبطها لي شويه. لا ما شاء الله ما في شيء، بس هو خلاص بقى حافظ ازاي. يعني انا بجد برتاح قوي مع التصوير مع عادل، بيبقى عارف هو هيعمل لي ايه من غير ما اقول له انا محتاجه ايه. فعادل انا بشكرك جدا باسم كل الناس اللي انت صورتهم واللي بالفعل كانوا بيكونوا مبسوطين جدا من الصور بعد التقاطها. شكرا جدا يا عادل، بتمنى لك كل توفيق وان شاء الله تكون ضيف معانا قريبا في رايكم شباب ونعمل فوتو سيشن كده لايف ان شاء الله. اكيد عادل مره كان معنا عادل فارسي في رايكم شباب من اول، ولكن اكيد لازم انه يكون معنا مره ثانيه وثالثه عشان تعرف على اخر خطوط التصوير شلون صايره وشلون اشكالها قاعد تكون. ومثل ما قاعد نقول ان عادل الفارسي يعتبر من اهم المصورين.